your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. اهلا بكم زومينرز. خبر صار لكل مستخدمي بوت مونبيكس بعد ان اعلنت باينانس في صفحات مونبيكس الرسمية عن الحدث الجديد وتحديد موعد اطلاق مونبيكس بشكل رسمي للجولة الاولى من توزيع المكافآت على المؤهلين من لاعبي مونبيكس. ومن المقرر توزيع 145 مليون عملة توكس خلال الجولة الاولى من حدث توزيع المكافآت. في هذا الفيديو سنقوم بتغطية هذا التحديث بالكامل حول موعد اطلاق مونبيكس لهذا التحديث، الخطوات التي يجب علينا اكمالها، الشروط التي تؤهلنا للحصول على المكافآت، ثم نقوم بشرح الجولة الأولى من حملات مونبيكس القادمة، وسأعرض لكم شكل التحديث وما يجب عليك فعله للحصول على أكبر عدد من عملات توكس خلال هذه الجولة. دعونا نعرض عليكم إعلان مونبيكس ثم نقوم باستكشاف ما ذكرناه في السابق بعد ذلك. يقول الإعلان: الأجسام الطائرة المجهولة تهبط على مونبيكس، القبض عليهم لفتح المكافآت. أكمل هذه الخطوات بحلول يوم الأحد 20 أكتوبر بالتوقيت العالمي المنسق. قم بتحميل تطبيق باينانس، اربط حساب باينانس الخاص بك بمونبيكس، أكمل عملية الKYC لحساب باينانس الخاص بك، اجمع ما لا يقل عن 25 ألف نقطة على مونبيكس. تواريخ مهمة: المؤهل من إطلاق مونبيكس حتى الأحد 20 أكتوبر على الساعة 12 بتوقيت العالمي. إطلاق الأجسام الطائرة المجهولة بدءا من الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة 12 بتوقيت العالمي المنسق. لماذا المشاركة؟ فتح مكافآت قصيمة رمزية من عملة دوغز. عزز تقدمك في اللعبة بنقاط مونبيكس. هذه مجرد الجولة الأولى من حملات الأجسام الطائرة المجهولة، لذا ترقبوا المزيد من الفرص في المستقبل. إذن كما شاهدنا إخواني أخواتي، ستكون عملية توزيع المكافآت سريعة مع نافذة مدتها 6 أيام للمؤهلين الذين يتم اختيارهم يوم 20 أكتوبر، أي قبل 4 أيام من بداية الحملة للبدء في الحصول على عملة دوكس داخل لعبة مونبيكس. سيكون التحديث بهذا الشكل كما ترون في الشاشة على شاكلة لعبة مونبيكس بالضبط، لكن بدل التقاط العملات سنقوم بالتقاط الأجسام الطائرة التي ستكون بهذا الشكل كما ترون أمامكم في الشاشة، والتي ستحمل بداخل عدد من عملات دوكس. سنقوم بجمعها بعد كل فرصة داخل لعبة بوت. ولكي نضمن التأهل للحصول على هذه المكافأة، فكما ذكر الإعلان يجب القيام بأربع خطوات داخل منصة باينانس، والتي قمنا بذكرها في فيديو سابق مع كيفية القيام بكل خطوة بالطريقة الصحيحة، وتجدون رابط الفيديو في أعلى الشاشة وكذلك في أول تعليق مثبت. يمكنك مشاهدة الفيديو وتطبيق الخطوات كما يجب. أما بالنسبة لشرط التأهل للحصول على هذه المكافأة بعد إتمام الخطوات التي ذكرنا، يجب علينا الحصول على ما يقل على 25 ألف من نقاط مونبيكس كما ذكروا في الإعلان. كما ترون تجدونها في هذه الواجهة، فإن لم تكن لديك 25 ألف نقطة فحاول جمعها من الآن من خلال لعبة مونبيكس، حيث تتيح لك اللعبة الحصول على 6 فرص، وبعد ذلك يمكنك الحصول على فرص إضافية كل 10 دقائق، ويجب علينا إتمام كل هذه المهام قبل دخول يوم 21 من هذا الشهر، حيث سيقوم مونبيكس باختيار المؤهلين في غضون 4 أيام، وصولا ليوم 24 من نفس الشهر، لإطلاق الأجسام الطائرة المجهولة في سماء لعبة مونبيكس للعب والحصول على المكافآت، وفتحها فقد تكون هناك أرباح لا بأس بها من خلال بوت مونبيكس. نستغل الوقت المتبقي لإتمام هذه المهام لكي نتأهل للحصول عليها، وبعد ذلك سنتمكن من المشاركة في جميع الجولات المتبقية، حيث من المقرر حصول نفس الشيء في جميع الجولات مع اختلاف العملات التي سيتم طرحها في اللعبة كعملة نوت وعملة بي ام بي. حاولوا اتمام الشروط والخطوات اللازمة وركزوا في اللعبة لالتقاط اكبر عدد من الاجسام الطائرة، ولما لا تفريغ سماء مونبيكس من جميع الطائرات في كل فرصة لعب للحصول على اكبر استفادة ممكنة. وسأترك لكم في اخر هذا المقطع تقنيات لاستغلال لعبة مونبيكس بافضل طريقة ممكنة للحصول على أكبر عدد من النقاط تؤهلك للمشاركة في هذا الحدث، وكذلك لتعلم طريقة اللعب حتى تتمكن من التقاط أكبر عدد من الصحون الفضائية. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. أردت أن أشارك معكم هذا الخبر تحت طلب بعض الأصدقاء في التعليقات، وقمنا بتغطيته بالكامل حتى تكون الصورة واضحة بشكل كامل للجميع. إذا كنت مهتما بإنجاز جميع مهام أغلب البوتات المجربة، الإحداثيات والتحديثات وحل جميع المشاكل، فقد ضع اشتراك ولايك للفيديو.
الفيديو تعليق جميل يحفزنا على الاستمرار في تقديم المحتوى المبسط والأفضل بين الجميع. جميع صفحات القناة في صندوق الوصف، وأرد على جميع الأصدقاء في إنستغرام وأحاول أن أحل معهم مشاكلهم. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء. ما بقينا الا ندخلوا البلاي جيم ونشوفوا الطريقه كيفاش نديروا باش نلعبوا هذه الجيم هذه ونحصلوا من خلالها على اكبر عدد من النقاط. اذا كنديروا بلاي جيم، انا هذه الجيم هذه تقريبا غادي نحاول فقط باش نشرح لكم، والجيم اللي موراها باش نلعبوها مزيان. اذا كما كتشوفوا هذه كتبقى تضرب بهذه الطريقه، هذه كما كتشوفوا هنايا كيعطيونا التوقيت اللي هو تقريبا 50 ثانيه فقط، وكما كتشوفوا هذه كتبقى كتضر. حنايا كنحاولوا باش نجيبوها نيشان فواحد البلاصه كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، يعني كنتسنى الضر ومن بعد خصني نجيبها في بلاصه انا جبتها خاويه هذه المره هذه. فكما كتشوفوا انا كنتسنى الدور من بعد كنجيبها فهاد البلاصه، فكنتهربوا فقط من هاد الحجرات هادو، ما خصناش نجيبوها فيهم، واحسن حاجه هي نجيبوها فهاد الكبار هادو ولا نجيبوها فهاد الكادو. اذا كما كتشوفوا بهاد الطريقه هادي كتبقى لنا 18 ثانيه فقط، كنحاولوا فهاد 18 ثانيه باش نحصلوا على الهديه اللي هي اهم شيء. اذا كما كتشوفوا بهاد الطريقه كننتظروا انه كيبقى تيدور بهاد الطريقه، ومن بعد كنجيبوها. كما كتشوفوا هاد الحجره هادي تنقص لنا 120 طاليشتا، هي نقصت لنا 10 نقاط وبقات لنا فقط 4 ثواني، وبهاد الطريقه هادي كنكونوا حصلنا على 110 ديال النقاط، وحصلنا على داك الكادو كنا نحصلوا على 140 او 150 نقطه بذلك. اذا كما كتشوفوا هنا حصلنا على 110 النقاط، فعرفنا الدور ديال الحجره شنو هو، وعرفنا الدور ديال دوك العملات ديال باينانس، وكذلك الدور ديال الهديه. اذا كما كتشوفوا بقاو لنا هنايا بلاي اجان، بقاو لنا ليفت اكس 5، بقاو لنا 5 ديال الفرص باش نلعبوا، ولا درنا بارطاجي افيك لي زامي، فكنبارطاجيو معاهم هاد النقاط ديالنا، وفي نفس الوقت كنبارطاجيو معاهم الليان باش نديروا الاحاله وباش نحصلوا على اصدقاء في لعبه مومبيكس. اذا غادي نمشيو وغادي نديروا اللعبه الثانيه، ودابا غادي نحاول باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو لعبوها احسن اسلوب ممكن. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنكونوا هنا الشرح ديال مومبيكس. بهذه الطريقه هذه كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، بقاو لنا 4 ديال الفرص كما كتشوفوا هنايا باش يمكننا نلعبوا. موراها كتكون نيكست اتامبت ان، كما كتشوفوا 7 دقائق تتبقى، وغادي يزيدوا لنا وحده تولي عندنا 5 على 6. وبهذه الطريقه هذه كتبقى ديما تحصل على النقاط وكتحولهم لهنا، باش ان شاء الله فاش كتولي عندنا الامكانيه باش نحولهم لعمله بي ام بي او دوكس او طون. فهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الا كنت مهتم بانجاز جميع المهام اليوميه ديال اغلب البوتات، فما عليك الا تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، وما تنساش تخلي لنا لايك وتعليق زوين، وكتبوا لنا في التعليق البوت اللي كتشتغلوا عليه او مهتمين به. نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو.